الطقس زبالة، التلج مليان وهون مش منطفين. أنا اليوم طلعت من البيت مطرح ما أنا شي ساعة وربع لقدرت طلع السيارة ورا التلج. السواقة بالتلج ما أنا سهلة، اللي بده يجي يسوق بالتلج بده يعرف إنه السواقة ما أنا سهلة بالتلج، زنخة بتضل تزحط السيارة. شوفوا كيف في الاغاني، عشان مجرد ما هذا يسمع اغاني دغري بيلغي الفيديو. في كثير فيديوهات موقفين هذا اليوتيوب. شوفوا الغزل هلا عم يمشي عم تفتل بارضه، هذا تسحير. هلا هاي على الاغاني، هلا عم وصل دليفر، كل دليفر عم نقعد فيه ساعه. الا هيك يعني والله ما سهل يعني. ها كيف بدي ارجيكم؟ هات لارجيكم. شوفوا كيف عم سوق الدركسيون، بدك تضلك تفت له يمين وشمال معلقه. او كندا، وتغني النشيد الوطني الكندي. هلا علقنا نحن يعني، ما هي ما شطاره العلقه يعني. نرجع هلا، شو بدنا حدا يتفشنا. اوكي فيش حدا يتفشنا، نرجع منركب. هاي انا رياه دركس يوم منلفه هيك كمان، ما اخد هيك، ما اخد هيك، ما اخد. حلو ركب هاي هيك. ايوه تفون هيك على السريع، لازم مشان شو نحفر الارض احنا. نايس. هلا ابن الاحبة هداك هلا لجاي نظف كسختك اخو شرموطة. معلقنا نحن، هداك هلا جاي نظف. هلا اجوا ينظفوا، لازم ينظفوا من الصبح هدول. خليها هيك التليفون. بحاول طلعها، بحاول طلعها. عم بعشر لي قرب، يعني انا قادر اقرب وما قربت. هلا ها هلا هذا اللي عم عرضك مع اذنك، هي تطلع مطرح ما انا هون. تعرفوا شغله، شوفوا كيف هلا بتحطه على الان، بس تعلق وبدك تساعد حالك بحالك. هلا انا حاتفشها، ركبت ان عم بتفشها هلا انا. فيش شرموطة يا بطل، شو بدي تفشها من معلقة. ادعس لك ايه والله. اليوم هيك من الصبح كل ما اروح عميلة عم بتأخر فيها بسبب ال... ايوه روحي يمين شمال، دركسيون يمين شمال. الا ما تطلع. قربت، يلا اطلعي. نعمل هيك، انا عم بفتل هذا دركسيون بس انتم ما شايفين، يعني نازل تح. والله العظيم في ناس على شمالي عم يضحكوا علي. أنا حاسس على الآن كندي، هطلع أمك. ما اليوم عملت
15 حفرية بالأرض قد ما غزلت. وهلا اضرب اضرب ما في الا هيك. مش عم تطلع والله معناتها هاي. امشي بقى. خلود طبعا مدينة ملاهي ببلاش، هي تقيل السيارة عم بزعل فيشة ظهري راح. ما تقرب عشان ما تغرز العنك السمك. طلعت لي بالسحبه انت، انا بس بدي اجيبها لهالميله خالص. تعي 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 اوكي باي. في ناس عم تتفرج علي كانت والله. طلعناها والله. هيدا لو ما كان هلا حافر من هون والله ولا بتطلع، والله ولا بتطلع، والله ولا بتطلع. دركسيون بس تعلق معكو. هلا انا هروح على اليمين هذا لمرقه، بس ان شاء الله ما يعمل لي فول ستوب. يعني بروح هيك بدي ما خلي الدركسيون عم بخفف الا عن امك. امشي هذا التلج شايفينه؟ ها؟ لازم ضلك هيك تعطيها شوي هيك شوي هيك مشان تزمط تطلع لبرا. الدواليب شوي دايبين وضلك كابس بنزين، اعطيها بنزين حتى لو بدنا نفوت بايديك. هلا شو مخار يمشي، هلا بدي اتعبى بهيدا. امك ما بدي وقف. ليه ما بدي وقف؟ بعده اذا بدي وقف حغرز. هيدي الشوفرية، يلا روح كسختك انت كمان. شفتوا كيف؟ بديش وقف كمان، بدي اطلع بس على الزفت. اخيرا زمطنا. اهلا وسهلا فيكو. والله العظيم عمل لي اليوم ضغط التلج. هاي طلعنا هلا نسوق نظامي كأنه يرجع كل شيء تمام. اوف لبكي. ما اذا بدي خفف له هذا اللي طالع برجع بعلق ما بطلع. ليت سنو ليت سنو. طبعا قد ما بحكوا التلج قرف بقرف. كنت حب التلج انا، هلا ما عاد اشتاق سماه. هدول اللي بينطفوا ليش طالعين مأخرين ما بعرف. وعنا بالبنايه طلعت السياره ساعه ونص ساعه وربع. يلا باي.